صدقت حلمي وبدأت. قالوا عني زمان موهوم بيضيع وقت، لا يوم سلمت ولا استسلمت، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من هو مثل ما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف ضيفا مميزا، ومن زاوية رجال الأعمال دعونا نرحب بالمستر خيري غالي. في البداية أسعد الله أوقات. أهلا وسهلا بك. أول شيء أحب أشكركم وأشكر قناة سما الخليج على دعمها لرجال الأعمال وعلى رؤيتها، وأنها بتشوف يعني رجال الأعمال في دولة الإمارات. أحب أشكرهم كتير، وأحب أشكر دولة الإمارات والشيوخها. أكيد طبعا مستر غالي، مثل أي شخص عندنا في البرنامج بيحب يعرف الشخص المميز والرجل الناجح، فعرفنا أكتر بحضرتك، من بيكون مستر خيري؟ والله أنا اسمي خيري غالي، مواليد 1984، مصري الجنسية، هنا في الإمارات كده في 10 سنين وأنا هنا في دولة الإمارات. طبعا أنا جيت هنا دولة الإمارات أول ما جيت بسبب ظروف اللي كانت حاصلة في مصر في الأول. إن شاء الله أتمنى أن مصر تكون بخير دايما، أكيد طبعا، وتكون ماشية على خطى دولة الإمارات. أنا جيت هنا دولة الإمارات، بدأت حياتي، أنا عندي البيزنس الخاص تبعي في مصر، بس طبعا ما كانش اللي هو الإيه بسبب الظروف اللي حاصلة في مصر ما كانش ماشي على الوتيرة اللي هي الكويسة بسبب الأحداث اللي حاصلة. كان نفس المجال؟ لا مش نفس المجال، أنا المجال هنا فاتح مجال جديد، أنا مجالي اللي هو تجارة الملابس ومستحضرات التجميل. حلو. أيوه. بس نفس الشيء يعني نفس ما هو كتكملة، بس أنا لما أنا جيت أنا داخل في المجال الجديد، مجال الصالونات داخل فيه جديد، إنما أنا مجالي الأساسي تجارة الملابس، ده اللي هو المجال الأساسي عندي من أول ما جيت الإمارات، وأنا ده المجال الأساسي عندي. خبرنا اكتر عنها، وشو الخدمات، كافه الخدمات اللي بتقدمها للكاستمر. هو انا عندي اول ما بدات، انا قلت لحضرتك ان انا لسه فاتح المجال جديد، انا فتحت، قلت اول ما بفتح فتحت 3 اماكن مره واحده، هنا في دبي اللي احنا فيه ده دلوقتي. حلو. في ابو هيل هنا، وفتحت مكان تاني في البرشه، ومكان تاني في الشارقه، بس لسه ما تمش الافتتاح. انا كنت هفتح من حوالي شهر كله مره واحده، بس بسبب الظروف اللي ان شاء الله نتمنى تعدي على خير. آمين. اجلت شويه. عندي انا عندي جميع الخدمات، انا مش مختص في شيء معين، يعني انا اول ما فتحت هنا كان هدفي ان انا عايز اكون مختص في كل شيء. حلو. وهدفي مش اللي هو يعني مش هقول لك اللي هو الرب، لو قلت مش عاوز اربح اكون بكذب، لا انا عاوز ان انا اكون بربح، بس عايز اللي يدخل عندي المكان يكون يلاقي خدمات اكتر من اللي هو هيدفعه، ده اللي هو اللي عندي. حتى انا دايما باكد على الاستاف اللي عندي، بقول لهم انتوا لو احد دخل هنا، عميل دخل او شيء عايز يعمل شيء في شعره، عاوز يشوف بشرته، لو لقيته شيء ما ينفعش ان هو يتعمل قول له ما ينفعش. صحيح. مش مجرد ان احنا نعمل كربح وخلاص، لا طبعا هم اكيد بيكونوا عندهم خبره كافيه، وانا اخترت اكيد طبعا انا اخترت الاستاف اللي عندي من وسط ناس كتير جدا، وسط اختبارات كتير جدا. حلو. يعني عندي متخصصات في كل شيء. هنا صدقت حلمي وبدأ، قالوا عني زمان موهوم بيضيع وقت، لا يوم سلمت ولا استسلمت، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوه ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبات. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمة كان خوفك منه ملوش لازمة، واديك عالصعب قدرت، واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم، ورهنوا عليك تخسروا وكسبت. انا ابن ملهاش
تشهد شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد بس الصدمات بتقوي ومش بتهد انا عندي ثقة بالنفس ومناعة ضد اليأس انا ابن مصر انا ضد الجسر انا رافع راسي تملي الفوق طول العمر انا ابن مصر انا ابن مصر قلبي نسر مقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر انا ابن مصر انا ابن مصر انا ضد الجسر انا ضد الجسر انا رافع عندي الصالون اورنامنت يعني احفظوا الاسم ده كويس اورنامنت لان ان شاء الله الايام الجايه هيكون براند المستحضرات التجميل لكل شيء ايوه اكيد ويمكن هذا هدف من اهدافي ده هدف من اهدافي وكحلم ان انا تعودت في حياتي ان انا ما احلم شيء ان انا اسعى ليه وان انا احققه الحمد لله ان شاء الله يا رب هلا الخدمات اللي متوفره بالصالون هلا كل السيرفيس اللي مقدمه لاي سيده فقط هو للسيدات جميع كل شيء للسيدات سيدة. انا الصالون عندي سيدات فقط موجوده كبوتيكير جميع كل شيء جميع كل شيء عامل غرفه مخصصه للعرايس غرفه مخصصه للميك اب للحاجات دي كل شيء كل شيء عندي حتى في حمام مغربي في الساونا كل شيء انا عندي كل شيء طبعا بدنا نحكي للساده المشاهدين عن كافه الخدمات لانه في صالونات بتكون فقط مختصه باشياء معينه مثل البوتيكير ومانيكير مثلا واكس بس ممكن في صالونات ثانيه بس انت بتوفر جميع الخدمات انا جميع الخدمات انا حتى انا فاتح بقى لي 15 يوم بالضبط. ممكن اقول لك انا 15 يوم اي حد كان بيدخل لي خدمات فري حتى لو خدمه تتكلف 1000 درهم فري لا لان انا اخترت المنتجات اللي انا بشتغل بيها عارف المنتج اللي هو اللي عندي عارف الاستاف اللي هو اللي عندي يهمني العميل يجي يشوف المكان هلا خلينا نخبر الساده المشاهدين ايضا هل ممكن اي كاستمر يجي فورا ولا ممكن انه ياخذ موعد لا هو حاليا دلوقتي طبعا لازم بالموعد يعني حاليا دلوقتي كل شيء بالموعد لان حلو واكيد بدنا تخبرنا عن موقع الصالون هون اللي نحن فيه احنا الموقع هنا في دبي في ابو هيل في المنظر سنتر ام 15 حلو اكيد اعزائي المشاهدين حتلاقوا اللوكيشن وارقام التليفونات للتواصل مع الصالون واكيد بدنا نحط لهم الايميل والويب سايت ايضا كل شيء موجود عندي كل شيء موجود كونك مستثمر ورجل اعمال في دولة الامارات وكيف بتشجع المستثمرين خارج الدولة انهم يجوا لهون على دولة الامارات ويستثمروا داخل الدولة والله انا عايز اقول لحضرتك موقف انا حصل لي انا جيت دولة الامارات هنا بالغلط مش جاي بالصح يعني انا اول ما جيت حصل الظروف والاحداث في مصر فكرت ان انا اطلع ان انا اشوف شغل بره فروحت قدمت على فيزا لدولة عربية مش الامارات فانا المكتب اللي طلع الفيزا لقيته مطلع لي فيزا الامارات فقلت له لا انا عاوز الدولة اللي قلت لك عليها قال لي لا الدولة دي كويسة فانا ما كانش عندي وقت وانا كنت ايه يعني كانت نفسيتي كانت تعبانه لان كان حصل لي مشاكل وحاجات في مصر فانا قلت ايه الخيره فيما اختاره الله صحيح إيه صراحه ممكن هذا الشيء اللي شجع الشيء ده انا لما جيت يعني تخيل انت راح على شيء وتلاقي شيء تاني خالص انا جيت هنا دولة الامارات اتعلمت حاجات ما اتعلمتهاش في حياتي كلها يعني اتعلمت مثلا كل شيء لقيت النظام لقيت الامن لقيت الامان لقيت اللي هو التعامل ازاي تتعاملي مع الاشخاص ازاي لقيت الكبير ازاي بيتعامل بيحترم الصغير عشان الصغير يحترم الكبير لقيت حكام وشيوخ الامارات ازاي هم بيتكلم انت ما يطلع شيخ دوله او حاكم دوله بيتكلم عن المقيم عن العامل الصغير قبل ما يتكلم عن الكبير فانا غصب عني كانا كمقيم في الدوله دي افديها بحياتي وافديها بدمي لان ما شفتش منها حاجه وحشه ما شاء الله من اي سنه انت موجود داخل انا هنا من 2011 ما شاء الله يعني صار لك سنين صار لي سنين كتير بقول لك اتعلمت يعني الفتره دي كلها اتعلمت في حياتي اللي ما اتعلمت هنا اللي ما اتعلمتوش في حياتي كامله كلها صح بس خلينا نحكي شوي عن دوله الامارات عن الامن والامان الموجود في الدوله يعني انا المفروض السؤال ده اصلا اي حد في الامارات انا هقوله يعني اللي في الامارات اكيد عارف انا عشان الناس اللي هي اللي بره عشان اي مستثمر حبيب يجي لان انا كمستثمر كرجل اعمال اول شيء بدور عليه في المكان اللي انا هستثمر فيه الامن والامان صحيح. وطبعا انا الدوله دي مهما اتكلم عن الامن والامان اللي فيها مش هوفيها حقها صحيح.
يعني ازاي دولة انا دايما حاسس فيها بالامن وشايف الامان فيها، ازاي انا بنام اوقات بنام في بيتي وسايب الباب البيت عندي مفتوح. صحيح، وهذا الشيء بيخليك اصلا تنجز اكثر وتنجح اكثر وتكون مرتاح، كل ما شخص كان مرتاح. ما هو رجل الاعمال عنده دوافع ان هو عشان خاطر شغله يكون نجح. صح. اول شيء انا بدور عليه البيئه اللي انا عايش فيها. طبعا البيئه الحمد لله ولله الحمد جميع الامارات كامله من نجاح، ونتمنى ان هي تكون من نجاح لنجاح وتكون رقم واحد في العالم كله. والرؤيه المستقبليه اللي احنا فيها، الازمه اللي حصلت دلوقتي في دول في العالم كله اثبتت اصلا كده، لان من سنين وهم بيشتغلوا على الموضوع ده، موضوع التعليم عن بعد، موضوع حاجات كتير جدا هم شغالين، واللي اشتغلوا عليه موجود دلوقتي فعلا، ان تكون الخدمات 100% عن طريق خدمات ذكيه. لحضرتك للصالون وللبزنس الثاني اللي هو الألبسة. تفضل. والله انا رؤيتي المستقبليه نفسي واتمنى، يعني الحمد لله بفضل ربنا انا فاتح عندي 3 فروع للصالون، يعني لسه فاتحهم جديد. اتمنى ان انا في كل اماره في الامارات يكون ليا فرع، اتمنى ان لي يعني الفروع في كل مكان في الامارات. اتمنى ان انا يكون عندي براند باسمي، مستحضرات تجميل كلها يكون الاسم عندي معروف في كل شيء، اورنمنت يكون كبراند في كل حاجه، الصالونات، مستحضرات التجميل، كل شيء. الشخص الطموحي اللي مثل حضرتك وبوقت واحد فتح 3 صالونات اكيد مش حيكون صعب عليه انه يفتح في كافه الامارات في باقي الامارات. خلينا نحكي عن الفروع الاخرى، وين موقعها؟ انا عندي فرع في البرشا والفرع الثاني في الشرقه. جميل. خلينا ندخل لمجال الالبسه لحضرتك كمان، انك من قبل الصالونات فاتحه، خلينا نشرح عنه اكثر للساده المشاهدين وكيف ممكن قضيه نتواصل معكم. والله هو مجال الالبسه عندي ده يعني هو يعني عزيز على قلبي شويه، لان ده اول مجال انا اشتغلت فيه هنا وشفت فيه نجاح كتير جدا. انا اشتغلت هنا في مجال الالبسه شغل مختلف شويه، اشتغلت براندات ملابس، يعني عملت فكره جديده، ملابس بالكيلو، ملابس اوروبيه بالكيلو، فكره جديده. ما انا بقول لك هي دلوقتي مش جديده، بس اول ما انا عملتها واتحدى اي حد انها فكره جديده. حلو. خبر سادة المشاهدين، اي كاستمر كيف هي بالكيلو؟ ممكن مثل اللي انا ما بعرف يعني شو يعني بالكيلو. يعني بالكيلو، انت دلوقتي لما انت بتدخلي السوبر ماركت بتشتري خضار او شيء، مش بتحطيه على ميزان بتوزنيه. انا فكرت في الفكره دي ان انا الملابس اعملها تكون نفس الفكره، ان الكاستمر يدخل عندي المكان يختار اللي هو عاوزه ويحطه على الميزان. حلو. هو مثلا كاونلاين مثلا ولا لا؟ كمحل. شو اسمه؟ بس هو كمحل، انا كنت الاول كنت فاتح 6 فروع محلات، دلوقتي انا عندي الشركه للجمله. حلو. دلوقتي انا عندي، لان كنت الاول ببيع بالقطاعي، دلوقتي لا انا شغلي بالجمله. كاستمر عادي، بس هلا ممكن تبيع او بتوزع؟ لا دلوقتي انا بقيت كموزع، مش كمحلات ابيع بالقطاعي، كموزع. ما شاء الله. خلينا نحكي اكثر عنهم، شو اسم عندي خيري غالي لتجاره الملابس. جميل. وعندي الصالون هنا كله تحت كي اتش جروب. انا ابن مصر، انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي الفوق طول العمر. انا ابن مصر، قلبي نسي، ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد. بيعود الفضل هذا على الشيوخ وحكام دولة الإمارات، فمن قناتنا السامية سما الخليج بدنا نوجه لهم رسالة شكر من حضرتك. تفضل. أنا أحب أشكر دولة الإمارات وشيوخها وشعبها على الدعم والثقة اللي هم ادوها لنا. احنا شفنا من شغل الإمارات الحمد لله ما فيش تفرقة ما بين مواطن ما بين مقيم، شفنا في أي أزمة بتحصل هنا أول ناس بيدوروا عليها المقيمين. صح. بيقولوا احنا حاسين ان هم مننا. يعني ازاي انا دوله زي دي ما افدهاش بحياتي وافدها بروحي؟ يعني دوله زي دي انا شفت فيها الامن وحسيت فيها بالامان. صحيح. انا دوله الامارات حسيت فيها بكل شيء كويس، دوله الامارات شجعتني على الاستثمار، ومن هنا انا اتمنى اي رجل اعمال يحب يفتح بزنس جديد يحب يشتغل مش هيندم لو فتح في دوله الامارات. صحيح. وايضا ما ننسى التسهيلات لاي شغل، ممكن الشيء اللي بياخذ في دوله ثانيه 2-3-4 ايام، ممكن ساعة 2-3 ساعات على الاونلاين يكون. دي النقطه اللي انا كنت هحكي عليها، هو انت دلوقتي توفير وقت، ما كان راجل عمل بيدور على ايه؟ توفير وقت، توفير جهد، توفير فلوس. صح.
كل حاجه. انت عندك حتى في الازمه اللي حاصله دلوقتي، شوفي الشيوخ عاملين ايه. تسهيلات في كل حاجه. صح. تسهيلات دلوقتي اللي عندهم في الدائره الاقتصاديه، اللي عاوز يجدد النشاط، واللي عايز يعمل شركه جديده، كل شيء. شوف الرسوم ازاي. شوف انت دلوقتي ممكن جلسه، انا جالس في البيت اعمل خدمات، اعمل شغل كله اونلاين. ان شاء الله اكيد ان شاء الله بنشوفك مستشفى ان شاء الله. ربنا يخليكي خارج دوله الامارات ان شاء الله. ربنا يحفظكم. انا احب اشكر قناه سما الخليج على الدعم اللي هي بتدعمه لرجال الاعمال، وعلى المبادره اللي هي الجميله اللي هي شرفتنا ونورتنا النهارده. اكيد بالعكس، ونحن لنا الشرف، ونتشكرك على الاستضافه الجميله. شكرا لحضرتك. ربنا يخليكي. شكرا اعزائي المشاهدين، الى هنا نصل الى ختام حلقتنا لهذا اليوم. تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم سما الخليج وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي امان الله. هنا صدقت حلمي وبدأ، قالوا عني زمان ما هم بيضيع وقت. لا يوم سلم ولا استسلم، ووقعت وقمت، وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوه